لا يزال النظام التركي يستبيح الأراضي والسيادة العراقية من خلال استهدافه المتكرر للسكان المدنيين في شمالي البلاد وإقليم كردستان، على الرغم من تصريحات المسؤولين العراقيين مؤخرا بعدم القبول بالانتهاكات المتكررة من قبل أنقرة. مصادر محلية أفادت أن الطائرات الحربية التابعة للنظام التركي شنت قصفا على قرى بلافي وأسكيرا التابعة لقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك بإقليم كردستان دون ورود معلومات عن حجم الخسائر التي سببها القصف. يأتي ذلك بعد ساعات على تأكيد المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف ضلوع النظام التركي بقصف مصيف برخ في محافظة دهوك بإقليم كردستان في 20 من الشهر الماضي، والذي أسفر عن فقدان 9 مدنيين لحياتهم وإصابة العشرات. وأوضح الصحاف أن العراق ما يزال يحشد جهود جميع شركائه وأصدقائه لتأكيد ما خلصت إليه لجنة التحقيق المشكلة من قبل الحكومة العراقية، مؤكداً أن تقرير اللجنة بيّن أن الجانب التركي كان ضالعاً بالاعتداء الأخير الذي تمثل بقصف مصيف في محافظة دهوك بإقليم كردستان، مؤكداً أن جميع الأدلة والشواهد الواقعية تثبت الموقف العراقي. ولفت المتحدث باسم الخارجية العراقية إلى أن الوزارة وثقت قبل رجوعها إلى مجلس الأمن 22,742 خرقا واعتداء لجيش النظام التركي على الأراضي العراقية.